السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مثلا اختي شي واحد جا خطبك بغى يتزوج بك، شحال طلبي ليه في الصداق؟ غنطلب ليه المعقول على الدوام، لان الفلوس مقابل المعقول ما عمرها كتم، ديما كتقلب فتن، لان ملي غنطلب ليه واحد النسبه غيبقى هو ديما حسب النقص، بان انا ماديه ماشي معنويه، ولا حب الله نزل عليا بالايمان والتقوى والمعقول باش ندير معك ذريه ونحبك وتحبني، هذاك الشيء راه فتن، يقدر يعطيك اللي بغيتي ولكن في الاخر ما غيديركش في قلبه، غادي يقدر يزني عليك، غادي يقدر يمشي يتزوج عليك، غادي يقدر يمشي عند وحده اخرى، لانك انت نهار الاول ما كانش حساس بيناتكم. ماشي من هذوك اللي كيطلبوا 2 مليون ولا 3 مليون. انا ما طلبت حتى شي حاجه، انا طلبت المعقول من الديبار، انا ماشي ماديه ولا كنبغي المال، انا كنبغي حب الله وكنصبر على ما قسم الله وكنجر السفينه، واخا تكون ضرر ليا كنصبر وكندير امر الله وكنقول للزواج موده وحب الله كريم خاصنا نصبروا فيه، لان كتبقى الموده والرحمه بينكم. ماشي من هذوك اللي كيطلبوا 4 من الحاجه. انا اصلا انا ماشي طماعه، انا عندي التيك توك ما كنتخلص منها، ما طماعش من الديبار، انسانه شريفه كنبغي حب الله وكنبغي النيه، والله ما طلبت شي حاجه، وحق لا اله الا الله ما طلبت منه شي حاجه، انا تعاونت معاه، انا الحمد لله مسك علي الله، تعاونت معاه بشحال من حاجه، درت الدار شحال من حاجه الحمد لله تعاونت معاه. ورساله رساله جمعوا روسكم، هذاك الشيء ما فيش في الصالح ديالكم، لانك بنتي ولا ولدي كتتزوجوا على المال والموده، في الاخر غتقلبوها محكمه استئناف، ولا غتقلبوا تفرتكوا الاولاد، ولا غتولدوا وما غتبقاوش على اساس، لانكم انتم ما كانش جواج من الديبار على اساس، كان جواج الفتن وجواج المال وجواج الموده، ما كايناش الموده، الموده كتخلق بالمعقول، خاصك تنوي المعقول من الديبار وتبغي معاه النيه الحسنه باش تعيشي السعاده وتكونوا واحد محنه بحياتكم بحال والديكم اللي كانوا حنين فيكم، وكاك هو الجواز الصالح. باش انا بغيت 4 المليون صداق 3 المليون، هذه كتسمى بيزنيس، كتبرو في طي فيه، يعني انت ما جوجوش على حب ولا قلب كبير ولا نيه حسنه ولا صدق، ما غديري مع الدريه صالحه هذاك بروفيتاج، وغتنتهوا باش غتاوب الفيتان وغيمشي عليك على وحده اخرى وتزوج وحده اخرى ويخليك انت حتى ما جيتيش من الديبار على اساس بكل تواضع وناويه المال وناويه 4 المليون، غتشديه في الاخر بعابع وغتبقاي تبكي وتشكي تعرف راسك من رجليك، ايوا هذا هو المعقول، هذا هو المعنى ديالهم، حيت هما ناوي البعابع تاخذ البعابع بكل تواضع، ما كاينش داك الشيء على اساس ناوي الفيتان، لان هذه المعنى هذه معنى كيقولها الناس الاولين، نوي الخير تلقى الخير، نوي الشر راه غادي تاخذ البعابع. ايوا صافي.